هذه الفتاة اللي مغمضة عيونها وسنضطر إلى اختيار نعم أو لا لاختيار ما سنأكله. خلونا قبل أن نبدأ أحط كتير لايكات للفيديو، شاركوا في القناة وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجاية، ولا خلونا نبدأ. ليتس جو. راح نبدأ اللعب الآن. الآن دور البنت، هي اللي مغمضة عيونها يعني هي اللي راح تختار الآن، ونحن لازم إننا نحط لها شيء مشان هي تختاره. أوكي خلينا نفكر، هل راح نحط لها الفلفل الحار أو راح نحط لها الدونات؟ هي ما بعرف شو راح تختار، بس هون عطينا هذه يعني كتلميحة يس أور نو، حاطين لنا السهم قريب من يس يعني هي راح تختار نعم. إذا نحن لازم نحط لها الفلفل الحار مشان هي yes تختاره. يس يس اختارت يس. راح تاكله. عم تعمل هيك. اوكي انتقامنا منها وفزنا عليها. اوكي الان حاطين لنا لحمه وحاطين لنا شو هاد، بصل بصل ما بعرف شكله كانه مرر عليه اسبوعين. اوكي شكلها هي راح تختار ال 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 نعم كانه راح تختار لا، لهيك نحن لازم نحط لها شيء حلو مشان تندم لانها ما اختارت نعم، لهيك راح نحط لها اللحمه الشهيه. Yes or no. اوكي ان شاء الله تختار نو نو. يس وات ما اكلت اللحمه. عم تبكي مسكينه. اوكي الان دوري انا، لازم اغمض عيوني. اوكي راح اغمض عيوني. اوكي انا جاهز الان. اوكي لازم اختار yes or no. لازم اني اختار، يا الله لازم اختار ضروري نعم او لا. يا الله انا جدا خايفه، ما بعرف هل رح اقول لا او اوكي ما بعرف. من ملامح وجهها كانه عم تكيد لي مكيده، لانه يعني من ملامح وجهها حسيت انه يعني هي مخبيه شيء ما نو حلو، هيك حسيت. رح اختار نو نو نو. آه انا اصلا ما بحب ما باكل هذا الليمون. او ماي جاد ما اكلته. عم تبكي. اوكي الان ايضا لازم اغمض عيوني. اوكي يلا انا جاهز. اوكي جاهز. اوكي شوفوا معي يس اور نو. كأنها خايفة ما بعرف، شوفوا معي كأنها خايفة ما بعرف من هذا الخوف اللي عندها، حسيت رح يكون شيء مانو حلو. اوكي رح اختار ما بعرف اذا رح اختار لا او لا. اوكي رح اختار لا. No. لا اوكي. فزت علي الحقيرة، انا كان لازم اختار يس. لازم اختار نعم لانه في لحمة شهية. الان لازم اني ارسم لها في وشها لانه فزت عليها. يا الله لازم نرسم لها. اوكي هذا يعني عقاب لها. اوكي خلونا نعمل لها شيء مثل باندا. او ماي جاد باندا هادي. لا يا حميد عصبت. الان حان وقت الخلاط الكهربائي، لازم نختار شو لازم نحط فيه. اوكي رح نحط فيه شوكولا. يا الله لازم نختار شيء تاني مقرف مشان ما نحط كل الاشياء الحلوه، فهمتوا؟ رح نختار بصل ان شاء الله. اختار بصل. او ماي جاد الان رح اختار موز واختار اوريو. اوكي اوكي اوريو اوريو مع بصل. شوفوا معي لونه بنفسجي. لا يا الله لازم اني اشربه. ما عجبني. والان هي دورها اللي راح تغمض عيونها. اوكي شو لازم نحط لها؟ هل نحط لها ليمون او نحط لها هذا ال شو بسموها فلون؟ نعم هذا فلون. ما بعرف اسمه بالعربي، المهم نحن بنقول له فلون. انتوا ما بعرف شو بتقولوا له. هي حاطين لنا السهم في لا، يعني هي راح تختار لا، يعني نحن لازم نحط لها شيء حلو، فهمتوا؟ لأنه yes هي راح تقول لا. اوكي خلونا نشوف. اذا اختارت لا. يس وات. عم ضحكني هذه البنت والله. اوكي ابكي يلا الان غمض عيونك. او ماي جاد الان السهم يعني ما بعرف اذا هو يعني في لا، لانه لا اوكي شكلها راح تختار لها هذه المرة ايضا، لانه السهم قريب من لا، شفتوا معي؟ لهيك راح نحط لها هذا. شو هذا؟ دجاج؟ ما بعرف هل هو دجاج. انا ما حاطه yes نظارات no. لازم اعمل نظارات لانه ما بيبين لي شو هاد. اختارت لا طبعا. فزت.
فزنا عليها والله عم نفوز عليها ورح ننتقم منها هذه المرة ونكتب لها شيء في وشها. أو الآن رح انتقم منها واكتب لها في وشها. شو رح نكتب لها هذه المرة؟ أوكي أو رح اكتب لها شيء حلو. ضروري تنزلوا الآن وتعملوا كل ما في وسعكم مشان تعملون اشتركوا لتحت بليز اصدقائي مشان نفوز عليها. اشتركوا الان اوكي حطوا اشتراك. او ماي جاد نحط لها ايضا لايك وحطوا ايضا لايكات كتير على هذا الفيديو. اشترك لايك واو. الان حان وقت الخلاط الكهربائي مرة اخرى. لازم اختار اوكي راح اختار البطيخ وما بعرف هذا شو راح اختاره هو ايضا ما بعرف. اشتريت البطيخ الحمد لله دلح اوكي. او ماي جاد شو هاد نقود يا الله. لها اختار نقود واختار اوريو اوكي اوكي نقود. لسه معنا الثالث اوكي رح اختار هوت دوغ. لا ورح اختار شوكولا اوكي. اوه شوكولا الحمد لله يا الله لو ما كان اكيد اكيد رح اموت انا بعد هذا العصير اكيد. او ماي جاد اميزنج عجبني يس. الان حان دوري انا لا اغمض عيوني اوكي يلا انا غمضت اوكي انا جاهز الان اوكي اوكي خلينا نخمن من وشها شو رح يكون. هل شيء حلو او لا اوكي من وشها ببين شيء مانو حلو. من وجهها بيبين شيء مانو حلو هيك رح اختار نو لا لا ياس فول في الحار الحمد لله مع انه انا بحب الحار ولكن ما بحب اكل يعني هيك لوحده بحب اكله مع الاكلات اوكي الحمد لله انه ما اختاريته اوكي. اغمض عيوني ايضا الان يلا يلا اوكي انا جاهز انا جاهز اوكي انا جاهزه جاهز جاهزه يس خلينا نشوف ملامح وشها مثل يعني مثل اللي كانت قبل يعني ما تغيرت شيء اوكي لهيك راح اختار نو لانه ببين انه من وشها ما له شيء حلو انا متاكده لا ان شاء الله ما يكون جوابي خطا يس توم او ماي جاد فزنا عليها خلونا نضحك عليها نحن الان دورها هي اللي راح تغمض عيونها اوكي نحن لازم نخمن اوكي عندنا هون كيكه وعندنا هون فلفل حار وهي الاختيار تبعها راح يكون ما بين الياس والنو اوكي قريبه جدا صراحه يعني ما عرفت شو راح تختار بس يعني حسيته راح يكون هيك قريب من لا اوكي لهيك راح اختار لها الكيكه نعم الكيكه yes or no. انه راح تختار لا no. لا اخترت لا طبعا oh, no. اه نو ما رح تاكل الكيكة اليوم خلي لها ما تاكل الاشياء الحلوة نهائيا وتاكل بس الاشياء اللي مو حلوة اوكي ايضا رح تختار هذه المرة لا اوكي السهم هون موجود في لا لهيك رح نحط لها هذا اللحم اوكي yes or no 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 اختارت no what اليوم رح تنام بلا عشاء ما رح تاكل لحم وما رح تاكل كيكه حلوه او اعطونا هذه مثل سكويد جيم عرفتوها يعني ما لازم اننا عرفتوا ما لازم اننا ندخل فيها لداخل عرفتوا ولا تنسوا تحطوا لايك اوكي حطوا كثير لايكات اوكي ضروري اوكي يا الله او سحبه كثير اوكي اللايك خسرت والآن دوري مشان اكتب لها في وشها اوكي لاني فزت عليها اوكي شو رح نكتب لها اوكي خلونا نعمل لها اه اوكي رح نعمل لها خطوط بس يعني بشكل عشوائي اوكي شوفوا معي عصبت الان حان وقت الخلاط الكهربائي اوكي رح نعمل شو هاد اوكي رح نعمل هوت دوغ ورح نعمل هذا بسكوي يس اختاريت البسكوي الحمد لله عندنا بطيخ وعندنا شوكولا اوكي بطيخ اوكي بس ضيعت الشوكولا اوكي بصل سمك اوكي بصل او سمك لا سمك اوه راح يكون عجبني يا الله عجبني انا شو هالذوق عندي الان حان دوري لا اغمض عيوني اوكي انا جاهزه اوكي يلا اوكي اوكي الان لازم نشوف وجهها yes ما لازم تفوز علينا يا اصدقائي ما لازم نخليها تفوز علينا
اوكي هذا الوجه ذكرته عقلته لما انا اختاريت الجواب الخطأ. هي عم تعمل هيك مشان نحن نخاف ونقول انه في شيء ما نو حلو، بس العكس يعني هي عم تمثل علينا مشان نحن يعني فخ هذا. فهمتوني اصدقائي؟ لهيك راح اختار يس لانه في شيء موجود حلو انا متاكده. يس اوكي يس فراوله، انا كثير بحب الفراوله. اوكي فزنا عليها كثير لذيذه. اوكي عم اكلها. اوكي كثير حلوه. الان لازم اغمض عيني مره اخرى. اوكي انا جاهز، انا جاهزه. اوكي يلا. اوكي نفس الوجه مره ثانيه الحقيره. yes no. عم تعمل لنا نفخ. اوكي لازم نختار، ما بعرف هل ممكن هذه المره تكون صحيحه. رح نختار نو. لا 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 اوكي رح اختار يس. ان شاء الله يكون شيء حلو. yes 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 آه. yes لحمه. اليوم رح ناكل لحمه. اكلت فراوله والان رح اكل لحمه كثير لذيذه وهي عم تبكي. وبنكون وصلنا هيك الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم حطوا كثير لايكات للفيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس مشان يوصلكم